سنة الرابعة متوسط لغة إنجليزية، راكم معنيين بهذا الفيديو، تابعوا معايا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت لكم راني مع السنة الرابعة متوسط في مادة اللغة الإنجليزية، رانا نحضروا للفروض والاختبارات تاع الفصل الأول، ولما لا للشهادة. إذا قبل ما نبدا نقول لكم بلي هذا لو سوجي راح تلقاو الرابط تاعو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت الاول، وبالتالي تقدروا تشوفوه تمبريميوه وتحلوا معايا مباشره. اذا هذا السوجي على ماشي يهضر على نزهه حول العالم اللي بزاف تلاميذ يلقاو فيه صعوبه، اليوم راح نبسطوها كيما يحب خاطركم. يلا معايا. هلو ام سلمى. اذا سلمى هي اللي تهضر. لاست سامر، الصيف اللي فات. اي هاد واندرفول. واندرفول معناتها رائع. هم ليكم لي سينونيم. واندرفول تريب. تريب هي الرحله. لو فيرب الفعل هو تو ترافل، ما نقدرش نقول ا ترافل اللي هي ان فواياج، لا لا ماشي كيف كيف. في لونجلي نقولوا ذا فيرب تو ترافل، والناون هو ا تريب او ا جورني. صح. I had a wonderful trip. كانت عندي رحلة رائعة with my family around Europe. معناتها داروا رحلة حول يوروب، جازوا كامل في أوروبا. First أولا we flew اللي هو الباسي تاع to fly، معناتها رحنا بالطيارة from Algiers to Paris، من مطار العاصمة الجزائرية إلى باريس اللي هي العاصمة الفرنسية. وين راحوا؟ راحوا to see the Eiffel Tower اللي هو برج إيفل، which is a famous monument، يعني سينونيم تاع landmark، famous السينونيم تاعها well known popular كما حبيتو. اوكي outstanding. so a famous monument in France. بالبريتيش انجلش نقولو فرانس، بالامريكان نقولو فرانس. it اللي هي the Eiffel Tower it's 324 meters high. هاي يعني الارتفاع نتاعها 324، نقدر ندير سينونيم تاعها tall. It was designed يعني تم تصميمها هذه the Eiffel Tower by the architect Gustav Eiffel، وبالتالي التسمية نتاعها على بها سموها Eiffel. وش من العام؟ in 1889. It is visited، هنا شوفوا بلي عندنا the passive form راهي حاضرة، صيغة المبني للمجهول. دايما أنا راجع في الدرس عندنا المفعول به ومن بعد كاتوبي ومن بعد باس participle. هنا تلاحظوا بلي فيه او دي معناتها it is a regular verb. نفس الشيء هنا. It is visited by many tourists every year. كل عام يزوروه العديد من السياح. Then من اللي كانوا راحوا لباري. Then we wanted to see Big Ben. سما وين لازم يروحوا؟ لازم يروحوا لندن. Therefore اللي هي وبالتالي سينونيم تاعها so، سينونيم واحد اخر اللي هو as a result. اوكي we took a cruise ship، راحوا بالبابور to and sailed to London. صح. Big Ben is one of the London's most famous landmarks. Landmarks monuments انا نشوفو في السينونيم. It is situated يقع in the Elizabeth Tower. شفنا باللي Big Ben هو الساعة. بيج بان في الحقيقة هو الجرس، ومن بعد عندنا الساعة اللي اسمها بيج بان كلوك. وهذا البرج، هذا البناء المرتفع اللي فيه 96 متر، هذا اسمه بيج بان تاور، وسماوه ثاني مؤخرا إليزابيث تاور. In the north end of the Houses of Parliament. Houses of Parliament هو هذا البناء اللي جاي منه. In Westminster. صح. سنترال لندن يعني ويستمنستر هي منطقة جاية في مركز مدينة لندن، اللي لندن كبيرة بزاف. Next to the river Thames. River Thames هو هذا river اللي هو نهر، نهر الثيمز. Big Ben is actually معناتها في الحقيقة. En effet Big Ben is actually the name of the huge bell. فوالا واش كنا هنا اللي هو الجرس اللي جاي لداخل. Which weighs more than 13 tons. هذا الجرس فيه أكثر من 13 طن. But most people use it to refer to the clock and the tower. يعني اسم بيج بان بزاف ناس يسميوه، يطلقونه على الساعة والبناء هذا البرج. It's the world's largest clock with four faces. يعني أكبر ساعة في العالم بأربعة أوجه. Each face is 7 meters in diameter.
يعني كل جهة فيها 7 مترات القطر تاع الساعة. The bell is just over 213 meters tall. صح، الجرس فيه 213 متر. The bell is just over 213 meters tall. يعني هنا مستحيل، هنا سنتيمتر ماشي متر، باسكو قلنا البرج كومبلي فيه 96 متر، كيفاش يكون الجرس اللي راهو لداخل مخبي يكون 200 متر؟ فيه 2 مترات و13. Next, we visited the house of Shakespeare. شفنا شكسبير في الدروس السابقة، تلقاوه في قوائم التشغيل، هو شاعر وكاتب ومسرحي إنجليزي، إذا راحوا شوفوه بيسك راهو في حومته. فوالا، هو is an outstanding figure، يعني very famous figure person in the English literature، في الأدب الإنجليزي. He was a writer, a poet، كاتب شاعر، and a playwright. Playwright يعني كاتب مسرحيات. He wrote many famous plays. Plays هي المسرحيات. As مثلا Romeo and Juliet. After that we took a train to Rome. راحوا بالقطار إلى روما. Where we admired. To admire معناتها استمتعنا برؤيتي. Where we admired the Roman architecture. يعني العمران الروماني. We visited the Pisa Tower. هي هذه برج بيزا المائل، كان وين نسميه the leaning Pisa Tower, which is a wonderful and well-known landmark. Well-known synonym تاع famous, landmark monument in Italy. It is 60 meters high. 60 meters high, 60 متر ارتفاع. So اللي هي synonym تاع therefore. هايليك therefore synonym تاع so. It is not as tall as the Eiffel Tower. هنا عندنا درس تاع not as as، بما أنه هذا أقل، يعني عندنا هنا inferiority، نبدأ بالأقل اللي هو برج بيسا. بيسا تاوا is not as tall، نقدر نقول tall ولا high، as the Eiffel Tower. Finally we returned to Algiers. إذن هنا نفهمنا النص مليح مليح، كما قلت لكم تصيبوه في تلقاوه في صندوق الوصف. ولاحظوا معايا الخط اللي مشاو فيه، راحوا من ألجيرز. نجيبوا ورقة، دائما نخدموا بالمسودة. إذا راحوا من ألجيرز، راحوا لباريس، من باريس راحوا لندن، من لندن راحوا لإيطالي. أوكي فوالا، هذا هو من إيطالي عاودوا رجعوا لألجيرز. هذه هي الرحلة تاعهم. كيفاش نسمو هذه؟ نسموها التور. It is a tour. على بيها يسمو tourists خاطرش يضربو دورة. A tour. فوالا، نروح مباشرة إلى التمارين. Task number one. واش يقول؟ Activity one. Read the text. هنا قريناه. And complete the following itinerary. Itinerary معناتها الطريق اللي مشاو فيها. L'itinéraire. كما رسمنا حنايا. هذا هو الitinerary. Algiers, Paris, London, Italy. هذا هو واسمه the itinerary. صح. And the visited landmarks. يعني كل مدينة وش عندها landmarks هنا. So سيعمروه ورجعوا لي للتصحيح. هيا ترى تكونوا جاوبتوا كمانا. عندكم برك ملاحظة the departure معناتها الانطلاق. أوكي. العكس التحاوة the arrival الوصول. So city number one. City بلاكو تغلطو تكتبو France. City يعني مدينة. إذا نكتب Paris بين قوسين France. City two شفناها هي London in the UK. City three Rome. ما تكتبوش Italy قدر أستاذة أذكارة ما تحسبها لكم، يقولكم Italy بلاد ماشي مدينة، احنا نحوسو city. So نكتب city المدينة بين قوسين the country. Then the return departure. Return عكسوها Algiers يعني in Algeria. كي كانوا in Paris شافوا the Eiffel Tower. In London they visited Big Ben Tower. In Rome عندنا the Pisa Tower. نروح للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش يقول؟ يقول لك read again. زيد اقرأ the text and answer the following questions. كي العادة والعوايد أستاذة راضية تراجع معكم أنواع الأسئلة. عندنا WH question معناتها تجبد لي معلومة من النص، ولا مشي WH يعني did ولا was ولا where، يعني أي حاجة مشي WH معناتها راح نقوله yes
ومن بعد نجيبو السوجي اللي خدمو به ونرجع لهم الكلمه الاولى. اذا كانت نو نحط لهم السوجي اللي خدمو به، نرجع لهم الكلمه الاولى ونزيد عليها نوت. هذه حفظوها حفظوها حفظوها. نروحو نطبقو. اذا واش تلاحظوا هنا عندنا ماشي دبليو اتش، اذا هنا راح نجاوب بنعم او لا. نطبق هذه القاعده اللي حكيتها لكم دوكا. سو ديد معناتها هل، سلمى ترافل سافا، هنا ترافل بالك وتقولوا لي كيما واحد التلاميذ قالوا لي ترافل سي لو فيرب ترافايي، لا لا ترافايي هذيك اون فرونسي، تو ترافل معناتها سي لو فيرب فواياجي اون انجلي، اوكي فعل السفر. ديد سلمى سافرت، هل سلمى سافرت with her friends؟ شفنا في النص باللي I had a wonderful trip with my family، يعني no صح مور نو. واش قلنا؟ ندو السوجي تاعهم، ها هي سلمى، حنا نرجعوها شي باسكو مؤنث، شي نرجع لهم دوكا الكلمه الاولى اللي هي ديد ونزيد عليها نوت. اوكي تولي لي نو شي ديد نوت، تقدروا تكتبوا هنايا ديدنت، بالك وبرك تغلطوا لي في لابوستروف ومن بعدهم يحسبوها لكم خاطئ، يعني جو بريفير تكتبوا ديد نوت. هنا عندي هاو، هاو من هذوك تاع دبليو اتش جايه خاوت هاي واي وير وين، اوكي دونك هاو معناتها كيف، اي حاجه ما غير دبليو اتش معناتها هل، وهذو ما لا لا كل وحده عندها المعنى تاعها. اذا كيف واز هير تريب، تريب قلنا الرحله، كيف كانت رحلتها، هل ممتعه ولا لا لا. شوفوا السطر الاول في بداية النص واش قالت لنا؟ قالت لنا last summer صيف اللي فات I had a wonderful trip. wonderful معناتها رائع. دونك حنا كيفاش كانت رحلتها؟ كانت it was it اللي هي الرحلة wonderful رائعة wonderful، ما تقراوليش الأ ما نقولش wonderful wonderful. her trip was wonderful. Activity 2 Activity 3 sorry عليها 2 points. Lexis find كي تشوفوا يساوي اعرفوا باللي synonym. So fantastic دوك شفناها it is the synonym of wonderful. Wonderful well known ما تقراوش الك، راني نراجع لكم في silent letters، هذو silent letters. Okay silent letters. So well known معناتها famous، ما تقولوش famous famous famous. بعد عندنا لا يساوي معناتها الأضداد. last last العكس تاعها بيان سيغ هو first، ما نقراش الار ما تقولوش first قولوا first first. small عندنا big عندنا large عندنا tall، في النص كاينه tall. انا جو بريفير تدولي هيوج بصح اون سي جامي، دونك انا جو بريفير تدولي هيوج اللي هي سينونيم تاع بيج. اوكي حاجه كبيره ضخمه هيوج، بيج عكس تاعها سمول معناتها صغير. طول هذه ما ديروهاش الا اذا حصلتو، بصح حنا رانا جاوبنا سيبا. نروحوا للصفحه الثانيه الموجوده ايضا ثاني في صندوق الوصف. so spot the mistakes، ها هذه التعليمه حفظوها. واش معناتها spot the mistakes؟ معناتها القى الخطا، القى الخطا and correct them. تشوفوا them معناتها اخطاء، هاي ليك الاس. تاج محل which was situated at India is an ancient landmark. خموا لي مليح 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 ورجعوا لي للتصحيح. يلا نشوف هل لقيتو نفس الاخطاء. اذا تاج محل مدايرين لها لا ماجيسكول سي تري بيان، دونك ما كاش اخطاء. ومن بعد هنا عندنا جمله اعتراضيه، الجمله الاعتراضيه كي نديرو فاصله هنا لازم هنا ثاني نديرو فاصله واحده اخرى. تاج محل which was situated هل نقول was situated؟ كي نقول يقع تاج محل الذي يقع نقولو which is situated in انديا، نهبط هذه الفاصله نخلوها. دونك شوفوا يا اما تزيدوا فاصله هنا يا اما تنحوا هذه، بصح لونغلي تاع الصح الانجليزيه هنا نزيدوا فاصله. داكور سو تاج محل الذي يقع في الهند which was which is situated in انديا is، هنا شوفوا عندي فويل مع فويل دونك ما نقولوش نقولوا ان ancient landmark واحد برك ما كاش الاس، دونك الاس تتنحى تكتبوا لاند مارك هكا. ما تشفاو ما تنساوش باللي دي
is a silent letter. هنراجع لكم قاعد دروس مع بعض. Okay, landmark. مشي landmarks. نروح للتمرين اللي بعده. Give the correct form of the verbs between brackets. يعني صرف الأفعال ما بين قوسين. قبل ما تصرفوا أي فعل وليداتي حوسوا لي على ظرف الزمان the time indicator هو اللي راح يعاونكم في اختيار الزمن المناسب اسكو ندير بريزون ولا باسي ولا فيوتشر ولا بريزنت بيرفكت اكو شفتوا شحال من زمن كاين اكو سنة رابعة ما شاء الله هنا عندنا last holiday أي حاجة تبدأ باللاست معناتها راني في الماضي التام past simple so last holiday I to go شفنا باللي to go past تاعو هو I went بالأ بالك وتروحوا ديروا أ معناتها أريد I want هذه I went so last holiday I went on a trip to بيتنا it for its splendid views صح بيتنا ذكرى هي ما زالت مشهورة ما نقولوش كانت مشهورة على جال splendid views معناتها المناظر الرائعة it is ما دامت هي حقيقة ثابتة بيتنا كانت شابة وما زالت شابة وتبقى إن شاء الله دائما شابة صافي نقولو is نستعمل the present it is famous for silent letter for its splendid views and landmarks silent letters I to visit أو يعاود يحكي لنا هنايا صافي I visited في الباست يعني last holiday I visited شتو كيفاش نلعبو بالأزمنة هذا حدث هذا الزوج صراو last holiday بصح هذه ماشي last holiday هذه من التاريخ وروح so I visited the ancient city of Timgad one of the most important Roman ruins important Roman ruins I took many photos there أخذت بزاف تصور ثماتك I took هي the verb كانوا قادرين يمدونا هكا to take وحنا نصرفوها نقولوا I took إذا on sait jamais حفظوا شوية irregular verbs شفيتوا باللي to conjugate a verb in the past رجع معايا ندير لكم فيديو اللي ما يعرفش يصرف الأفعال في الماضي يلقاها So, باش نصرف الفعل في الماضي واش لازم نشفى شوية على القائمة هذوك تاع قائمة الأفعال الشاذة سيحفظوا له ماكسيمم إلا شفيتوا عليه بلي راهو هنا أجبد من لاميموار تاعك وشاك حافظ إلا شفيت بلي ما راهوش في القائمة عادي واش مدت لك الأستاذة بين قوسين توش الدير نحيتو وزيد له هنا أودي معناتها هذا ريجولا هكذا نروحوا التمرين اللي بعده Classify the words in the right column. يعني حط الكلمات هذوما 1, 2, 3, 4 في الخانة المناسبة. عندنا A. طولكم مثال زين. Day كما A. ونايس فيها I. إذا وين نسمع A وين نسمع I. حاولوا ديروا بوز وارجعوا لي. طبعا هذه راح نقول famous مشي famous. So famous. Famous. Time. Time, date, date and site, site. فوالا نروحوا للوضعية الإدماجية الشابة على بلادنا على مقام الشهيد راني دارتها لكم وحدها في فيديو قصير جدا إذا مقام الشهيد انتو ما تكتبوش مقام الشهيد شوفوا صراحة يعني ما تكتبوش مقام الشهيد In English واسمه The Martyrs Memorial The Martyrs Memorial is an important concrete monument which commemorates وش معناتها؟ معناتها يذكرنا ويخلد the Algerian War for Independence يخلد ذكرى الحرب الجزائرية للاستقلال Use the fact file يعني استعمل هذوما below أسفله to write a short paragraph about it شكون هو it؟ هو مقام الشهيد حنا نبينو لهم باللي يا ودي حنا فور ما نقولوش مقام الشهيد نقولو The Martyrs Memorial ديروا محاولة ورجعوا لي يا وليداتي إذا كما قلت لكم كاينة فقرة موجودة في فيديو قصير وهذه واحدة أخرى درناها دوكا توت سويت So follow me please The Martyrs Memorial The Martyrs Memorial is one of the most famous landmarks in Algeria هو أحد أهم المعالم في الجزائر It is بلاك تقولوا It was It is يقع
It is located in the capital city, Algiers, مدينة الجزائر. This monument was designed, تم تصميمه, by Bashir Yilis, and the constructions, بناء, عملية البناء, began, يعني بدأت, in 1982. معلوماتكم فقط, هما كملوها في 86 ودشنوا الرئيس شادلي بن جديد. ما حبيتش نكتبها باسكو ما طولناش هنايا. وبعد الأستاذة تقول لك نقلت ولا ما نعرف كيف. So, in 1982. The Martyrs Memorial is 92 meters high, ارتفاع 92 متر. It commemorates, قلنا تخلد, يخلد the sacrifices, معناتها تضحيات of millions of martyrs, ملايين الشهداء الذين سقطوا who fell for the independence of the country, سقطوا من أجل حرية الوطن. وليداتي إن شاء الله هذا الفيديو تكون مفيدة لكم. امبريمي ولا سوجي ولا صوروه فقط سيخدم وحدكم بيان سيغ، ورجعوا لي الخبر الا طاح لكم هو ولا حاجه تشبه له. كتبوا لي كومونتير قال كانت المراجعه مفيده وهاي شحال دينا. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.